كذب على الشعب السوداني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من تسلط هؤلاء الصوفية ومن معهم من جماعة الإخوان المسلمين. والله هذا ضر الأمة السودانية دي ضرر شديد، ضرر في العقائد، زول كذاب. أدلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث جابر نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، ودي كلها بيعملها الصوفية، كلها بيعملها الصوفية. أمشي حمد النيم تلقى واحد قاعد له في قبر، واحد شنو، واحد بيقطع جمار في قبر، وفي حاجات بيبيعوها بتخليك طاشي شبكة، بيبيعوها جوا في المقابر، وتبش وشطة وفيمتة وترمز جوا جوا المقابر. دي مقابر، دي مقابر فهمت؟ ده غير من البلاوي الثانية، القاعدة تتقبض. أمشي شوف سجلات الشرطة فيها شنو، فهمت؟ شوف هناك ده عبارة عن ملتقى بتاع فساد بكل مستوياته، فساد عقدي، فساد غيره غيره، كل الفساد بتلقاه هناك، فساد تلقاه هناك، فهمت؟ يجوزوا لك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي أو الأسدي، قال ألا أبعثك، يعني أنا ما أقوم آمرك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ أهذا مكذوب الحديث اللي في صحيح مسلم ده، ولا مدسوس، فهمت؟ ولا جابوا الوهابية، ولا تحلوا كيف الحديث ده؟ ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. كلامك ده انت ما هنا بتبرطع ساي، لكن احنا لو ربنا مكن لنا في البلد، احنا طبعا مع حكام ما بنكسر القبه، ما بنكسر عليك، ما بنشيل ساطور، زي العطاله السروريه وديل، بنتكلم بس، بنتكلم والحمد لله الناس ماشيه تعرف. والله جد فهمت؟ ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وده السبب البيو بتنزل البركات. قباب قاعده صوفيه بالليل والنهار مالننا في الاذاعات وفي التلفزيونات وفي القنوات وفي الواتساب وفي الفيسبوك. الأولياء قبل شيء بيقرا لك شيخ آدم، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، وشيخين قال لشيء كن فيكون، وشيخين جلس يعلم في قلبه وسوس، وشيخين بيقلب الولد بد والغنماية تيس وإلى آخر. وين الأولياء بتاعنكم ده شغالين؟ شغالين ليه؟ شوف الدولار عمل كم، فهمت؟ الناس دي تعبانة ما لاقية تاكل، الفكي ذاته الصابونابي المسيد بتاعه يتملى مويه، ما كان يعمل له ترس ولا يعمل له حاجه، فهمت؟ واحد ثاني والله شيخ في جبره هنا برضه، ذاك الحرامي جا سرق الاكسن بتاعه، وذاك تلقاه بيشخر والله يكرمك، تلقاه بيخرج في الريح، فهمت؟ والضبان مالي خشمه، وتلقاه للصبح خوخ شنو دوروا العربيه بتاعتك فات بها، فهمت؟ لو ما سرق حراما الحرامي ده كان ثاني بحول له رصيد، فهمت؟ والله ده ما الحاصل كده. انت لو بتنفع كان نفعت نفسك، لو بتنفع انت كان نفعت نفسك. شغل لمين؟ والله الجاية في البلد دي ما عارفة، لكن ابويا الشيخ بيعرفها، مشى الامارات هناك، فهمت؟ جزاهم الله خير، قاموا قصوا لك طوالي، عدوا لك نمرة واحد جوردن، فهمت؟ السبيقة ما عنده أي حاجة، ما عنده أي حاجة. لما كان محكمته مع شيخنا مزمل قالوا في غرامة 20 مليون، بعد ذاك عشان يظهر في الإعلام، شوف ربنا بيخزيه كيف، قال أنا الموضوع ده قال يعني عفيته وكذا ومشى، بمناسبة عودته من وين قال عفيت الموضوع. أسي الحمد لله لموا ليك في زاوية وكسروها وطردوه فلس، تاني جراجع قال داير القروش، ودعا على أقل أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. أمشي أفتح بلاء، فهمت؟ ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فده كله هوا الساي صوفية مالين البلد شرك، وقاعدين لنا يغتسونا، يغتسوا حجرنا ويغتسونا نحن، فهمت؟ وفي النهاية ما مستفيدين منهم أي حاجة إلا الضياع والضلال، وناس كتير باسم زي الإزيرك وزي غيره، وأنت في النهاية بتمشي بتعمل بلاغات ساكت. لكن عارف نفسك يومك اللي يجيبوك في القناة الرسمية، البرامج اللي بيعملوها الحواريه دي، وكلهم جبهجيه بيحاولوا يحاكوا الجبهجي الكبير بتاع قناه الجزيره ذاك، اسمه مين كده بسرعه ده اسمه منو؟ فهمت؟ الاتجاه المعاكس ذاك دعم الله صنعه، فهمت؟ دار يحاكيه، جايب الدجال الشعبي والدجال بتاع المركز العام، جايبهم، فهمت؟
انت ده كله هوا الساي، انت بس زح منه. افتح لي الاستوديو ادفع عليك حقك، افتح الاستوديو ده وخلينا نجيب الكتب، نجيب ابن كثير ونجيب القرطبي ونجيب كده، خلي الأمة دي تعرف العاصي شنو، تعرف العاصي شنو. لكن ما بيقدر لأنه بينفضح الإزارك، بينفضح الإزارك. يقدر يدافع عن إنه بقول الوهابية بقولوا الله في السماء، طيب إذا السماء انشقت الله يتلب ولا شنو؟ يقدر يدافع عن دي؟ ها؟ هل ربنا سبحانه وتعالى استواه وعلوه على السماء وكونه فوق السماء ربنا تبارك وتعالى، هل هذا يقتضي أن الله يحتاج إلى السماء، أو أن السماء تقله، أو أنه يماسها، أو أنه يستوي عليها كاستواء المخلوق؟ يا إزارك يا كذاب يا جاهل يا بليد، هل ده المقصود؟ فهمت؟ أسئل ليلة أديك مثال مخلوق لمخلوق. القمر ده مش فوق لنا؟ القمر ده مش فوق لنا؟ هل القمر ده ماسينا نحن؟ لو قلت ما فوق لنا يا إزارك، فهمت؟ انت اصلك مجنون، لكن زدت اليقين في جنونك. ولو قلت فوق لنا، طيب ليه القمر ده نحن ما هابشنه؟ فده كل اخواننا بلاده، بلاده من الامه دي، وما بيقدر يدافع. ولذلك يمشي يلف ويدور، وتمشي تفتح بلاغات وكده، وده ما بحلك مننا والله. تفتح بلاغ تطردنا من السودان ما بنخليك، ما بنخليك، فهمت؟ اي محل تمشي لذلك والله نحذر منك ونتكلم فيك. وبفضل الله تبارك وتعالى الزول ده بقى مكشوف، بقى مكشوف حال، مكشوف حال في السودان وفي غير السودان. الناس دي بقت عارفه الكذب بتاعه، وعارفاه زول داعيه بتاع الشرك، وزول راس من الرؤوس اللي بتوديك لجهنم. والله الذي لا اله غيره، داير تخش جهنم وتلاقي فرعون وابي بن خلف وابو جهل والنمرود بن كنعان وعمر بن لحي الخزاعي باري الشغل بتاع الإزارك ده، أو قصايد البرعي، أو الشغل بتاع الختمية، والله تلقى نفسك معادلك تحشر معاهم. فهمت؟ ده دين يا أخ مخالف للقرآن الواضح، يحرف في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث عائشة رضي الله عنها، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة فيها تصاوير في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير. فهمت؟ بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، ونشهد أن الإزارك كذاب مفتري لا حجة له ولا دليل إلى يوم القيامة. فهمت؟ فده كله لعب ساكت يا الإزارك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.